عليكم أخي الفلاح وأختي الفلاحة، أهلا وسهلا بالمتابعين، مرحبا بكم في هذا اليوم السعيد، هذا اليوم المشمش. اليوم غادي نشرح للإخوان بعض المسائل وبعض الحويجات اللي هما مهمين، نصائح مهمة، نصائح قيمة. إخواني أخواتي، كان سبق لي درت لكم هذا الفيديو، جمعت فيه كل شيء وحطيته لكم، ولكن كان عليا ضغوطات لأن ما عنديش الوقت كيفاش نفرق هذوك المعلومات. بعض الناس بزاف كيتسائلوا كيسولوني، اللهم جمعت لكم كل شيء في الفيديو. إذا تبعتوا هذا الفيديو غتلقاو فيه نصائح مهمة اللي كنتكلم على الأشجار، كيفاش نمقصوهم، كيفاش نزبرهم، شنو هما الأدوية، علاش كتمرض، علاش هادي. دابا الآن غادي نبدا معكم درجة بدرجة، وغادي نبدا معكم فيديو بفيديو وشرح بشرح باش تمشيو معايا دقة بدقة. إذا إخواني أخواتي، مرحبا بكم، سنة سعيدة في هذا العام الجديد. نعاودها لكم مرة أخرى، هذا 2022، الله يشعل ربي بالخير علينا، بالخير والبركة والسعادة والتيسير، واللي كيتمنى شي حاجة الله ييسر عليه في هذا العام الجديد. إخواني مرحبا بكم، اليوم جبت لكم هذه الأشجار، كتشوفوهم حدايا بزاف ديال الأشكال، كل شكل عنده طريقة ديالو، أو اللي عنده صورة ديالو، أو اللي عنده فورمة ديالو. ولكن اليوم غادي نتكلم لكم كيفاش هاد الاشجار عندي اللي خليتهم لكم بالضبط، باش ندير لكم عليهم فيديوهات وتعرفوا التقييم ديالهم، وتعرفوا شنو هو الاعطاء ديالهم ولا العطاء ديالهم، او لا تعرفوا كيفاش غادي نخدموا وشنو هما اللي يخدموا وشكون اللي ما نخدموش. اذا اخواني اخواتي، كنحبكم في الله، كنقول لكم بانما تسناوني الفيديوهات، راه كاينين، كاين الخير، مستبعد الصحه والسلامه، راه كل شيء كاين ان شاء الله. راه الصحه هي اللي تقدر تجيب فلوس، راه ماشي الفلوس اللي كتجيب الصحه، لان كان شويه ديال الامراض، ولكن الحمد لله كلشي تغلبنا عليه، كلشي فات، والحمد لله كنتمناو الله يشافي الجميع خوتنا المسلمين، الله يشافيكم ويعاونكم. مرحبا بكم، اخوكم بعمارة، دائما في النصائح المهمه والنصائح القيمه والنصائح البيليكي او لا الفابور او لا بدون مقابل. اذا المقابل اللي غنقول لكم هو الدعم ديال هذه القناه، تزيد تكبر، لان بزاف ديال الناس ولاو كيتواصلوا معايا من بلدان اخرى، كاين شي بلدان اللي ما كنعرفوهمش كاع كيتواصلوا معايا، خوتنا العرب ماشي على المغاربه، خوتنا العرب من كل البلدان اللي هي كاينه في اوروبا ولا في امريكا ولا في افريقيا ولا في يعني جميع ما يكون. اذا اخواني اخواتي، مرحبا بكم معايا، بقاو معايا كيفاش غادي نشرح لكم على هاد الاشجار. اول حاجه عندنا الشجره اللي هي نوعين، يعني جوج ديال الانواع. النوع الاول اللي هي بين كيرتون اللي كنهضر لكم عليها، العود ديالها كيفاش داير وكيفاش طاير، وعندنا اللي هي الزيطان. هاد جوج اشجار خليتهم لكم، ما لقبتهمش، خليتهم طوالو تهبروا بدون تطعيم، راهم طوالو بزاف، راه ولا فيهم على الاقل واحد جوج متر وزياده اللي ولا فيهم بلا ما نعبروهم، راه فايتين جوج متر. وهذه كيفاش رجع الكولور ديالها وكيفاش ولا الغلف ديالهم، يعني الحجم. اذا ممكن نجي لهاد الجهه هادي باش نفتح لكم وحده بوحده. اولا هاد الشجره كيبان لكم طويله وشويه رقيقه، من بعد غادي نقرب لكم كيفاش تشوفوا الشجره كيفاش دايره. هادي الطول ديالها ها هو، يعني ها هي طويله بزاف. هنا كيتسمى دوك المواد اللي كتاكل هي اللي كتثور كلهم طلعت من فوق، باش هي غادا طالعه الفوق. هادي كذلك الغلط ديالها كيفاش داير والطول ديالها كيفاش داير. هاد الشجره هادي تدكنات في الايامات ديال مارس، هادو الاشجار ديال مارس، من مارس لدابا راه عندهم مده طويله. اذا هادو كانوا واجدين في الوقت ديال شهر 9 و8، يعني ما بين 9 و8 حتى 10 كانوا واجدين، يقدروا يتعرضوا يعني يديرهم تلقيح. ولكن انا خليتهم بلا ما نلقنهم ونشوف الوقت ديالهم اللي غيدوز كيفاش غيرجعوا وشنو لا فورم اللي غادا تكون عندهم. ثانيا عندنا هادي اختهم نفس الشهر، ها هي قربها لكم باش تشوفوها، نفس الشهر نفس العدد، شديناها قطعنا لها هذا الراس، قطعنا لها هذا الضو او لا السيركلاسيون ديالها اللي كيطلع الفوق، دوك المواد كامل اللي كيطلع الفوق حبسناهم. اذا رجعوا لتحت، هنا ملي قطعناها شوف بدات تخرج البراعم، هذو البراعم ديالها بداو كيخرجوا، شوف البراعم. وهنا عطاتنا الغلط ديالها، الغلط ديالها كامل عطاته لينا. اذا شاهدتوا معايا شوف الغلط ديالها كيفاش داير، من بعد غادي نقربها لكم. هنا لا فورم
يعني فاعلة تاركة. إذن هنا لاطونسيون ديالها أو لا داك السيركلاسيون ديالها كامل أرجع ليها لتحت، هو اللي عطاها الغلط وعطاها الحجم. إذن الحمد لله هذا طريقة زوينة. إذن الشجرة إذا كانت عندنا دوزات واحد المدة ديال 3 شهور أو 4 شهور، يمكن لنا نضربوا ليها هذاك الراس اللي كيطلع لنا المواد فوق، نحبسوه باش يرجع ليها لتحت وغتغلط بسرعة وغتعطينا النتيجة. وهنا كنمشيو لهاد الشجرة هادي ختهم اللي ملقمة، تلقمات في الوقت ديال شهر 7 و 8. هذه تلقمات في شهر 7 و 8، شوف النتيجة كيفاش دايرة. يعني الشجرة هاهي كبرات، يعني شوف المستوى ديالها مستوى عالي. من بعد ندوي شوية باش نوريكم الحجم ديالها كامل. هاد الشجرة هادي ملي قطعناها من هنا ودرنا ليها التلقيمة ديالها، إذا التلقيمة صدقات مزيانة 100% وناجحة 100%، وتبارك الله ما شاء الله على هاد الخير هذا. شوف العمر ديالها وشوف لا فورم ديالها. هذه ملقمه بالحاص، يعني النوع ديال الحاص ماشي زيطان وماشي فوه، ولكن العود زيطان. اذا هنا كنوريكم الشجره حت هذه اللي تلقمات، شو العود قداش، يعني العود لا فورم ديالو زوينه، يعني واحد النوع يعني تبارك الله هادشي كيعجبني انايا، تعجبني شي حاجه مليحه. هنا هاد الشجره هذه قلنا اللي العظم ديالها ديال شهر 2 و3 وتلقمات في شهر 7 و 8 الاواخر ديال 8 مثلا. وهنا كيبان لك شجره حوتها اللي مازال ما لقمناهمش وما قطعناهمش، وهنا الشجره الاخرى اللي قطعناها وما لقمناهاش، خليناها من بعد نلقموها تنشوفوا ان شاء الله النتيجه. يمكن لنا نلقموها ابتداء من دابا. وهنا عندنا الشجره ديال اللي كيسولوا عليها مثلا الناس، كيقول لك شجره ديال عامين ولا 3 سنين ولا 4 سنين. هاد الشجرة هادي عندها عامين ونص طالعة في 3 سنين. هادي العود ديالها اللي هو زيطانو وتلقمات بالهاص وجلسات واحد المدة طويلة في الساك ديالها. علاش انا كنقول الاخوان الشجرة اللي كتكون كبيرة بزاف النمو ديالها كيضيع ليها، يعني النمو ما كيبقاش عندها، كتضيع ليها بزاف ديال لا فورس، ما كتبقاش وليد صغير لا يعطي لا فورس اللي عنده. اذا هنا النتيجة كتكون شوية ناقصة الشجرة اللي عندها من العامين الفوق. هنا كيبان لكم باش ناقصة، كيبان لكم أول حاجة بداو كتحرقوا ليها الجناب ديالها ما عندها حتى شي مشكل، بدا كتحرق الأوراق ديالها، كيبان لكم طالعة بزاف ما عندهاش البراعم بزاف، كيبان لكم بأنما فيها شوية صفورية واخا نوكلوها فيها شوية صفورية، كيبان لك الحجم ديال البراعم ناقصين ما عندهم واحد المستوى عالي. إذا هنا كيبان لكم الشجرة ديال عامين ونص حتى لثلاث سنين وأربع سنين ما كتكونش النتيجة، ولكن إلا بغيتها تكون عندك النتيجة خصك دير ليها السطل الكبير اللي فيه 25 لتر ولا 30 لتر وديرها في الوسط ديالو، تقدر يبقى ليها النمو ديالها، لان كيولي عندها اتساع فين الجدر يخدم يمشي يتحرك في الجناب ديالو، لان الجذوره ديالها بزاف عندهم ديال الخدمه، كاين ديال الماء، كاين ديال الملح، كاين ديال السكر، كاين ديال الزيوت، كاين ديال الاملاح المعدنيه كامله، كاين بزاف ديال الحوايج ديال هذيك الجذوره. اذا الجذوره كيوقفوا ما كيبقاش عندهم كيفاش ياخذوا المواد ديالهم. اذا العلمه حنا كندبعوها غير الماء، اذا عطيناها مواد ما غيكفاها الساك ويوقع ليها شي مشكل. اذا هذه هي الشجره اللي كيسول ليها الناس ديال عامين او لا 3 سنين او لا 4 سنين، هذه عندها اكثر من عامين ونص، من عامين ونص الفوق. اذا الاخوان هذوما الاشجار هانتوما كتشوفوا معايا، شفت لكم الانواع باش تعرفوا شنو هما الانواع، وهضرتكم على الملقمه واللي ملقمه قديمه والشجره اللي قطعنا ليها الراس وخليناها الخدمه ديالها ترجع تحت، والشجرات اللي خليناهم طوالو ما قطعناهم. تقريبا عندي اربعه ديال الشجرات اللي ما قطعتهمش خليتهم بحال هكا، انا فضلت جبت لكم غير جوج لهاد البلاصه هذه. علاش جيت لهاد البلاصه نصور فيها؟ لان اللور ديالي تقريبا ابيض وضربه فيا الشميشه باش هذاك الشيء يطلع زوين، لان صورت فيديو قبل وما عجبنيش وما حطيتوش لان جا شويه مضلل. اذا الاخوان بقاو معايا كيفاش نقرب لكم الحجم ديال العود ديال الشجره او الغصن ديالها. هنا الاخوان هادو هما الشجرات اللي ما درناش ليهم التقطيعه من الفوق، ما قطعناهمش، ما حبسناش ليهم هذاك الضوء اللي طالع الفوق او المواد اللي طالعه الفوق. هنا كيبان لكم هاد الشجره الحجم ديالها، هنا غنوريكم كيفاش في وصلات بالطول ديالها، هذا هو الطول والاوراق ديالها مزيانين، لا فورم ديالها مزيانه، ولكن كنوريكم جميع الحوايج باش تعرفوهم. هنا الشجره الاخرى اختها كذلك كيفاش دايره، العود ديالها كيفاش داير، الاوراق ديالها كيفاش دايرين،
حتى من الاوراق كيبان لك مبدلين. شوف هاد الاوراق كي دايرين غلاضين بزاف وصفرين، وهاد الاوراق شويه غلاضين وفيهم طوالين وخضرين بزاف. اذا هنا كيبان لكم الفرق، هادو هما الاشجار. اذا هاد الشجره هذه اللي قطعنا ليها العود ديالها، هنا شوف اش كيبان لك هنا كيفاش دايره. هذا هو الحجم ديالها، وهذه هي التقطيعه اللي قطعنا. هنا كيبان لك البراعيم راهم خارجين. هذا هو التقطيعه اللي قطعناها وحبسات، راه قطعناها تقريبا هذه فوقاش قطعتها يا ربي السلامه على الاقل واحد 3 شهور باش قطعتها. يعني في الايامات ديال شهر 9 و10 قطعتها، بالضبط شهر 9 و10. اذا هنا كيبان لك العود الحجم ديالو كيدير، وهنا الشجره اللي عندها المده ديال اكثر من عامين ونص. شوف كيفاش دايره، هذا هو العمر ديالها وهذا هو الطول ديالها وهذه لا فورم ديالها. هنا البراعم طالعين ناقصين، وهنا كذلك هاد البراعم كيبانوا لك ناقصين شويه. اذا هنا البراعم غيبانوا لك كيفاش لا فورم ديالهم، ولكن الا مشينا مباشره للشجره الاخرى غادي نتعرفوا شنو الدور ديال الشجره كي تكون باقا صغيره. شوف مباشره، شوف البراعم كي ناشطين وطالعين في لا فورم زوين. وهنا كيبان لكم الساك ديالهم، هنا لا فورم كيفاش دايره. هنا القيمه ديالهم كيفاش عامله. اذا الاخوان هنا كيبان لكم القيمه ديالهم، واش كيبان لكم مزيان ولا لا؟ هنا كيظهر لي بان لكم شويه. اذا هذه هي الشجره اللي زرعات العظم ديالها في شهر 3 وتلقمات في شهر 9 و10، وها هي شوف كيفاش دايره. اللي زرعات في شهر 3 هذه الشجره ديال شهر 3 ودابا هنا تلقمات وها هي غاديه مزيان وغاديه تكون النمو ديالها مزيان. اذا دابا تحطات في الارض في هذا شهر 2 غاده تكون من احسن الشجرات اللي كاينين في المغرب. اذا الاخوان الحلقه ديالنا تقريبا انتهت ومازال عندنا الكماله ديال الفيديو. اذا هنايا هذه هي الشجره اللي قطعناها مازال ما لقمناهاش، غادي ان شاء الله نلقموها. وهذه هي الشجره اللي ملقمه، اذا المعلومه راها مفهومه والمعلومه كنظن وصلاتكم. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، وان شاء الله دائما نصائح مهمه. دابا غتبقاو معايا كيفاش غنمشيو نقطعوا التلقيمه اللي هي التلقيمه هي هذه، هي هذه التلقيمه. ها هي حنا وجدناها، انا وجدتها لكم. ها هي كيفاش مقطعه، غادي ان شاء الله تبقاو معايا نوريكم كيفاش غادي نقطعوا هذه التلقيمه وكيفاش غنديوها نلقموا بها. فيديو اخر تابع هذا كنظن غيكون فيديو بوحده. اذا باش تبقاو تتابعوا الفيديوهات غادي نهضر لكم على التلقيمه بطريقه عصريه ديالي انا، كيفاش غادي نقلع هاد البراعيم اللي هما التلقيمات وكيفاش غنمشيو نلقمو اللي هو انا دائما كنهضر كنقول على نلقمو او لا انا اللي غنلقم، باش غنمشي نلقم او لا غنطعم، كيفاش غندير لكم التطعيم وشنو هما الحوايج اللي غنحتاجو في التطعيم وشنو هما المواد اللي غنخدمو بهم وشنو الوقت اللي مهم وشنو من بعد النتيجه اللي غتكون احسن. اذا بقاو معايا تابعوا الفيديو التالي ورا هذا كيفاش غادي نديرو لهذه العمليه هذه كامل مكمول. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، تسنوني في الجديد. دائما الجديد، اخوكم بالعماره كيحييكم من هذا المنبر او من هذا المكان الجميل. تحياتي، نهار مشمش نهار زوين، كنتمنى لكم الصحه والعافيه. تحياتي من القلب، الى اللقاء فرصه قادمه ان شاء الله.